ايه والله احنا النهارده بنشكر رشا وبنشكر ندى ونشكر زميلتنا الثالثه رشا رمضان ان هي مشيت وما لحقناش ان احنا نصور معاها. ايه ودلوقتي عايزين نتعرف بمروه وهي عضوه من فريق فرسان التحدي. هي مش خريجه ولكن هي حبت ان هي تهني اصحابها. عرفينا بيك يا مروه. شكرا لك يا دعاء. انا اسمي مروه صابا محمد، ايه في الفرقه الثانيه قسم اللغه العربيه كليه اداب وعضوه في فريق فرسان التحدي. كلمة يا مروة تقدميها النهاردة للفريق للناس اللي هم اتخرجوا البنات. انا بجد سعيدة قوي ان انا كنت معاهم النهاردة، وبجد ان شاء الله اتمنى ليهم التوفيق في حياتهم وفي مستقبلهم، واتمنى ان هم ان شاء الله ربنا يرزقهم بالشغل الكويس والزوج الصالح واشوفهم دايما على خير. احساسك ايه النهاردة وانتي قاعدة مع زمايلك اللي بيتكرموا؟ كان احساس بجد سعيد قوي ان انا معاهم وفزتهم، وبجد حاسة نفسي ان انا اللي بتخرج معاهم مش لسه في سنة تانية، حاسة ان انا في رابعة وهتخرج معاهم وخلاص همشي معاهم. بجد كان احساس مؤسف جدا ان انا هسيبهم وهيفارقوني، لان احنا بجد تعودنا على بعض قوي وبنحب بعض جدا، وحتى لو هم اتخرجوا برضه هنحب بعض وهنبقى مع بعض في تواصل دايما. كلمة تقوليها للدكتور عبد القادر اللي هو ساب شغله كتير وجي عشان خاطر اصحابنا. بجد بشكره قوي دكتور عبد القادر ان هو بذل جهد كبير قوي ان بعد شغله جه عشان خاطرنا وعشان يكون معانا. بجد بشكره قوي، وبجد كان وجوده كان منور الحفلة كلها وكلنا كنا سعداء بوجوده معانا. بشكرك مروة. انا بس بطلب من فريق فرسان التحدي ان هم بس يسمعونا مقطع كده جميل من اغنية اجدع صحاب قبل اجدع صحاب صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري، دول اغلى ناس هم اللي